بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله. كل الكائنات عمتهم أنوار ورحمتهم رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. يا بني آدم، أي بتمام الكمال، أقول إكسكلوزيفيتي، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد واذكروا. شوف قداش الآية عندها صرف. تو ربي يتمنى لك، من يحب لك، مش يتمنى لك، ربي يحب لك أن تكون من أهل الإيمان، فتزين المكان اللي تسجد فيه وتزين طرق أدائك للصلاة وأثناء تسبيحاتك وأثناء كونتمبليشن والميديتيشن. هذا ربي أراد لنا. أين نحن من هذا؟ حتى الكونتمبلاسيون ولات عند الزنيك، جماعة الزن، اليابان والصين خاصة، ولات توا عادات الغرب، لأنهم ضايعين فيها تماما. لا كنيسة تدفع عنهم مساوئ اللي يعانوا فيها، ولا كلاب الصاينة يريد لهم خير، بل الصاينة في كل نبتوا إلى يكونوا نبات أشهى من بيسانلي. بيسانلي هذا نبات يعني عنده من جملة خصاله ثلاثة، أنت تقصه تروف تروف ينبت من جديد تروف تروف أخرى مكان، تقلع من عروقه نفس الشيء. ورب يعفو، يعني يجب يكون بارازيت في كل مكان، يعني الأعشاب الطفيلية هو اللي تقولون أنت الزميمة، هو الكابو متاعها يقول العام. اذا احضروا، راهو بنو صهيون اخطر من البيساليت، ومعاهم في اللعبه الشيطانيه الكرب. لا العرب، بارك الله في العرب، خير جماعه سند رسول الاسلام العربي اللي هو امام الانبياء عليهم السلام، انبياء بلا طبول، انبياء بدون ادعاء، وانبياء عينهم الرحمن ورباهم أحسن تربية والسلام.